نرجع إلى الأنباط. الأنباط أيضا هم من نابت، وقيل نابط على اختلاف الروايات، ونابط أو نابط هو الأخ الأصغر لقيدار الجد الأكبر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويلتقون مع إسماعيل طبعا عليه السلام. أذكر لكم نص ثاني من التوراة، وهذا يذكر القوافل اليمنية، وشوفوا وركزوا شنو كانت البضاعة اللي كانوا يتاجرون فيها. النص يقول، وهو في سفر حزقيال صفحة 37 والعدد 22، تجار شبا، شبا هي سبأ، مملكة سبأ، ورعمة هم تجارك بأفخر أنواع الطيب وبكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك. القوافل التجارية كانت موجودة وبكثرة، وذكرت حتى في النصوص، وذكرها حتى هيرودوت في كتابه التاريخ المعروف، وهو أبو التاريخ مثل ما يسمونه المؤرخ الإغريقي المعروف، ذكر هذه المعلومات في كتابه الصفحة 711 الشابتر أو الفصل الثالث من كتابه في التاريخ، ذكر هذه القوافل. لاحظوا الدقة في الوصف، أنواع الطيب، والعرب طبعا معروفين بالطيب والبخور وغيرها من أمور، حتى الأنباط كانوا أصلا يأخذون السفن ويبحرون بها إلى روما ويأخذون هذه الطيب والعطور معاهم، وبكل حجر كريم، الحجر العقيق اليماني وغيره، وكذلك الذهب. فالمنطقة كانت منطقة مليئة بالتجارة ومليئة بالقوافل التجارية اللي تروح وتي. وتخيلوا أنتوا، يعني أنا قاعد أقول لكم أن دان جيبسون ذكر أن الأنباط لهم أثار في الصين، وذيك الأيام ما كان في لا طيارة ولا كان في سيارة، فعلى القوافل، على الجمال وعلى الخيول مثل ما يقولون وغيرها. بالمناسبة، وحتى أثبت لكم أن الأنباط كان لهم حضارة، هذه عملة لمملكة الأنباط، وهي الملك الحارث الرابع، وعليها صورته، وبالخلف صورة زوجته شقيلات، وهذا يدل على مكانة المرأة في هذه الحضارات العربية قبل الإسلام، ويدل على مشاركة المرأة ومشورتها حتى للملك الحارث. يعني أنت متخيل معاي أن صورة الملكة على العملة، هذا شيء يعني يدل على مكانتها ورقيها ومشاركة زوجها في مشورته ومساعدته في الحكم.